الكثغ في بضى دورين كوا وكاليك نوسى الجرين زوا ليلي وليلي. هذا الدواء لا مش هذا واحد زي ما انتم شفتوا يا جماعة الشوية الأولانيين اللي هم في الطريق دول احنا ماشيين من تطوان ورايحين مرطيل وهذه الشقة هذه في مرطيل. بصراحة الشمال تبارك الله عليه الجو فيه زوين وكان فيه مطرة وكان فيه البرد حسينا ان الشتاء بيرجع تاني. وبصراحة هذه الشقة دي دخلناها احنا اول ناس نسكن فيها تبارك الله، يعني الناس هم اصلا بيكروها بس دي احنا اول ناس ندخل في هذه الشقة. كنا انا الحقيبة ديالي الشنطة الصاك يعني الحمد. ونوريكم بقى الشقة وجمال الشقة، وطبعا شفتوا بقى الطرق والطريق والمرطيل. عجبني بصراحة الشمال كامل، الشمال كامل بصراحة زوين تبارك الله والجو فيه روعة روعة روعة. واحنا مشكلتي ان انا لما بغيب يعني ما بنقعدش نروح نتفسح، هي مرة واحدة الفسحة بناخدها مرة بناخدها مرة واحدة الدور هي دورة واحدة، بقول لك ضربة بالشاكوش ضربة بالمرزبة ولا 10 بالشاكوش فبنضرب هي مرة واحدة نقضي، وبعد كده سنتين بقى لما نشوف رحلة جديدة. المهم يا رب تعجبك هذا الشقة بصراحة، أنا دورت فيها وقت في هذه البلكونة على الجارة الصغيرة هذه. وطبعا فيها مكيفات، فيها التلفازة، فيها الويفي، فيها كل شيء. شقة زوينة تبارك الله، شقة صغيرة بس جميلة يعني تبارك الله، وفيها ديكورات وعرها حاجات ما شاء الله عليها. والميزه اللي فيها زي ما قلت لكم احنا كنا اول ناس، يعني كانوا هم موظفينها لسه جديده وكنا اول ناس نجيبها. مرتيل هذا يا جماعه ده خطير، مرتيل هذا ورانا اسبانيا. الجو بارد اليوم مطر، يعني احنا في الصيف بس الجو مطر بارد ومطر، الجو عامل زي الشغل. هذا يا جماعه مرتيل وجبال مرتيل بصراحه بتتميز باللون الابيض والازرق، هذا لون زوين على حبيب على قلبي انا الابيض والازرق. البيوت ديالها بالازرق وبالابيض وبيدعموا اللي هو الازرق فيها، يعني بدخلوا الازرق فيها شوف حالك، يعني الوان جميلة بصراحة لونها زوين تبارك الله. حتى الشوارع والأعمدة في الشوارع بيعملوها برضو بالأبيض وبيعملوا فيها بالأزرق وبالأبيض،
الشوارع كلها بحالها كالليل، الفواريز اللي في الشوارع مع السماء، كمان السماء الزرقاء والغيام أبيض. يعني بصراحة منظر جميل، عجبنا بزاف. فالجو زوين فيها، كان الجو يعني بحال المطرة، بداية المطرة، بس هي يعني نهاية المطرة، بس كانت بنشوفها كأنها بداية المطرة. يعني بصراحة كانت جميلة زوينة تبارك الله. يعني تخيل انت بقى السماء زرقاء والغيام أبيض والبيوت بالأبيض والأزرق، يعني تبارك الله. يعني حاجة كانت بصراحة جميلة وعجبتنا، حتى الشوارع شو تبارك الله، الشوارع نظيفة. هي بصراحة منطقة الشمال كاملة زوينة تبارك الله. أصلا المشي ده في الوقت ده كان مشي زوين. يعني احنا ركننا بقى السيارة وقعدنا نتمشى، بصراحة كان المشي زوين في الجو هذا، الجو كان زوين تبارك الله. يعني أتمنى كل الناس كده تروح مرتيل، تتفرج كده وتشوف الأجواء بتاعتها وتشوف المضيق. رحنا مرتين مضيق وقعدنا فيها تقريبا يومين، ومشينا في اليوم الثالث. يعني لا كانت زوينة تبارك الله، يعني بصراحة عجبتنا. أتمنى كل الناس تزور مرتين، تحياتي لناس مرتين طبعا، ناس زوينة وناس ترحيب. تبارك الله عليكم، تبارك الله على المغاربة كاملين، تبارك الله على كل أصحابنا وإخواتنا اللي كانوا معنا في الرحلة، تحياتي ليهم. ويا رب يكون الرحلة عجبتكم، وشكرا لكم، كملوا معنا الفيلم. حبيبي يا ابو الصحاب ينفع ابسط.